بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 129 من كورس Visual Basic .NET Forms Part. هجيب الفيجوال ستوديو وهعمل بروجكت جديد Visual Basic Windows Form، وهقول له Test Flow Layout، وهدوس على Enter. خلي الفورم تظهر في المنتصف، وهخلي الفونت سايز على مثلا 14 بالشكل ده كده. وهنا دي الفورم بتاعتي. هنزل في الفورم دي اداة جميلة جدا للتنظيم، هتلاقيها جوه الكونتينرز، اسمها Flow Layout Panel. نزلها هنا كده. بص الفلو لي اوت بانل دي، انت يعني هقول لك على حاجه، بص اركنها على جنب كده. بص دي الفلو لي اوت بانل، اركنها على جنب وهات لي بانل عاديه خالص. هات لي بانل عاديه خالص، دي بانل عاديه. بص هما تحس ان هما شبه بعض صح، بس خد بالك بقى، دي البانل العاديه اللي هي بانل 1 دي، دي البانل العاديه دي لو انا نزلت فيها زرار، مسكت الزرار كده ورحت منزله فيها، ايه اللي حصل؟ بيترمي في الحته اللي انت رميتها فيها. جبته هنا ماشي، جبته هنا ماشي صح. لا الغي البانل دي خالص دريت، وتعالى بص بقى على الفلو لي اوت بانل. لما انا همسك باتون وهرميه في اي حته، بص هيروح فين؟ راح فين لوحده؟ انت خدت بالك؟ انت متخيل راح فين لوحده؟ بص واخد بالك اللي حصل؟ طيب خليني انا رحت ماسك الزرار ده كوبي وحطيته بيست جوه نفس البانل. ايه ده؟ حط جنبيه لوحده وبيست تاني. لا بيست تاني، الله ده بيترسوا لوحدهم يا باشا. خد بالك انت لو مسكت اي واحد فيهم حبيت تغيره مش هينفع، هو واخد فلو، واخد ايه؟ تدفق معين في الرصه بتاعته. خلاص خلصت القصه، انت متخيل؟ اهو بص بيست 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 بيست، انت متخيل؟ بص بص بص، انت متخيل الزراير عماله تزيد ازاي؟ بص بص، وتقدر عادي تعمل لها اوتو سكرول على ترو. فين اوتو سكرول؟ هنا اهي، خليها على ترو يا باشا عادي، طلع لك السكرول اهو. انت متخيل اللي بيحصل؟ انت متخيل؟ بص اقف عليها كده، اقف على الاداه دي اللي هي فلو لي اوت بانل، بص كبرها كده. بص خد بالك انت لو كبرتها بتاخد الزراير لوحدها. بص هي بادئه هنا اصلا من الشمال لليمين، ده الديفولت بتاعها. بص لما انا بعرض الحجم بتاعها بتاخد اللي تقدر عليه في العرض، لانها شغاله ايه؟ هوريزونتالي، شغاله من الشمال لليمين. فلما بتكبر العرض بتفرش العناصر ف بتتدفق لوحدها، تقلل العرض بترص العناصر من تحت، يعني بتتدفق لوحدها برضك. انت متخيل؟ انت متخيل اللي بيحصل ده؟ كل عناصر بقى، حط العناصر اللي انت عايزها تلاقيها منظمه معاك من غير اي حاجه، من غير انت ما تعمل اي مجهود ولا تظبط ولا اي حاجه. مش بس كده، هي ليها كمان اتجاه، في عندك خاصيه اسمها فلو دايركشن اهي، هي لوحدها زي ما قلت لك ليفت تو رايت، يعني من الشمال لليمين، تقدر تخليها رايت تو ليفت، بالعكس رصت بالعكس. بص باتون 1 كان على الشمال بقى على اليمين، ورصت معاك بقت اتجاهها من اليمين للشمال من غير ما العب في اتجاه الفورم خالص. بص رصت بالعكس، بدات من اليمين. ممكن اخليها تبدا من فوق لتحت، يعني ترص فيرتيكالي، يعني بص بدات ايه، كل ما الطول يزيد تفرش معاك، طول يقل ترص جنبه. انت متخيل كده؟ من فوق لتحت. ممكن تخليها من تحت لفوق بوتوم اب. بص بدأ معاك من تحت، انت شايف؟ بص بدأ معاك من تحت، انت متخيل؟ يعني قصة تانية خالص. بص شايف عاملة ازاي؟ يعني كل ما الطول يزيد معاك يرص من تحت لفوق ويكمل، انت متخيل؟ قصة تانية خالص. وبيعمل السكرول لوحده على حسب المطلوب بتاعك انت، واخد بالك؟ أداة جميلة جدا. لو أنا اديتها دوك، بص دوك ان بيرنت كونتينر، وتعالى كده إيه، شغل البروجكت. ودي الشاشة بتاعتك هي أثناء التشغيل. بص ليه؟ هو مع نفسه خلاص، هو عارف سكته. شايف؟ بص عارف سكته، شايف؟ بص يعني لما يكون أنت الفورم بتاعك صغيرة، خلالك باطن واحد مرصوص، واحد اتنين تلاتة، زودت العرض شوية بقى اتنين باطن مرصوصين كده، تلاتة كده، أربعة كده، خمسة، وهكذا. شايف؟ انت متخيل؟ فبصراحة أداة جميلة جدا، يعني أداة في غاية الروعة، وبتسهل عليك التنظيم، وبعدين تبقى مفيدة جدا ليك كمان. يعني معلش رجعها كده أندوك،
بص، تبقى مفيدة جدا ليك كمان لو انت ايه حبيت تنشئها بالكود. يعني مثلا لو انا جيت عند الزرار اللي هو باتن 1 ده، تعالى برمجه، ورحت جاي هنا قلت لك ايه، قلت لك انا هعمل ديم فلو لي اوت دايركشن اف ال دي از نيو مثلا من الفلو لي اوت بانل دي، اللي فلو لي اوت بانل اف ال دي، تمام. وهنا رحت جاي قايل لك ايه، اعمل شويه عناصر مثلا ديم تي 1 اوكي از نيو تكست بوكس ماشي، ورحت جاي اخد منها ايه، ادي عنصر واثنين وثلاثه وشويه عناصر كده ماشي بالمنظر ده كده اهو. رحت جاي هنا كده، ادي عندك ايه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه وهكذا. ورحت جاي مثلا قايل لك ايه، هعمل ديم من مثلا ايه زي ايه زي ايه مثلا ديم من ايه ده كده تكست بوكس، قول مثلا سي 1 اوكي از نيو مثلا من الكومبو بوكس، ورحت عامل منها برضك ايه عنصر كده، ادي ايه عنصر مثلا تعالى نسميهم اهو، ادي ايه 2 3 4 5 6 7، ورحت جاي عامل ديم اول از كنترول مصفوفه بالشكل ده كده، والكنترول المصفوفه ده بيساوي بالشكل ده كده، واحد خد بالك واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه، اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه، وادي عندك ايه في اتنين في تلاته في اربعه في خمسه سي ستة سي سبعة. ورحت جاي نده على الفلولي اوت بانل دي، قلت لها دوت الكنترولز اللي فيكي دوت اد، واخد بالك، ورحت جاي عامل ايه دوت اد مثلا نقول ايه مثلا نقول حط الايه الاول دي كلها اد رينج بقى، ايه رايك يعني حط الاول دي رينج خلاص، دي كده عندك اهي ماشي، كده كده مركونة على جنب اهي ماشي، صغرها كده او خليها زي ما هي مش مشكلة، وركنها ايه على جنب، ثواني اركنها هي على جنب، امسكها كده واركنها على جنب خلاص. وهاجي ده الزرار هو اللي انا كنت عمال ابرمج فيه من شوية، عايز بقى انده على المي الشاشة بتاعتي دوت الكنترولز دوت اد، واحط لها ايه، احط لها الاف ال بي اللي انا عملتها دي، انا بعملها دلوقتي بالكود، وحاطط جواها عناصر كتير 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 من غير ما ابص ولا احط لوكيشن ولا احط اي حاجه ولا اظبط الاكس ولا الواي ولا اي حاجه، فاهم الفكره؟ بس بالشكل ده كده. وتعالى برضك نعمل ايه، تعالى ننزل هنا مثلا، هات كده تراك بار، نزل لي تراك بار هنا كده اكبر ده مثلا، لو خليناه كده ماشي، وخلينا مثلا المينيمم بتاعه، مينيمم فين، المينيمم بتاعه مثلا على 200 والماكسيمم مثلا على مثلا 900 او 1000 او ليه 900 ثواني كده اقول لك الشاشه دي، يا عم اصبر بقى، قلنا الماكسيمم، سيبك دلوقتي من الماكسيمم، سيبك منه ارجعها تاني، البتاعه دي السايز بتاعها كام؟ 1000 وشويه، خلاص ماشي خليها 900 ماشي، خلي المينيمم على 200 وخلي الماكسيمم على 900، واخد بالك ازاي؟ بس بالشكل ده كده، ده اهو كده اهو ماشي، ده كده العرض ماشي، وهدوس دبل كليك عليها، اقول ايه، اقول عندك البتاعه بقى اللي انت هتنزلها دي اللي هي الفلولي اوت بانل. هقول لك على حاجه، احنا ليه ما نسميهاش، ليه ما نجيش نقول ان الاف ال بي دي اف ال بي اف ال بي دوت نيم بتساوي مثلا اف ال بي، الاسم ده كده اف ال بي
قالوا لي او البانل. فاجي هنا بقى اقول له ايه، اقول له المين دوت كنترولز اللي اسمه اف ال بي، ماشي اوكي، نقول دوت ايه الويتس بتاعك بيساوي التراك الايه التراك تراك بار 1 دوت فاليو بتاعك، واجي اشغل كده خلاص. لو عملت كده هيعمل لي ايرور لان مفيش اداه بالاسم ده، ماشي كده. شغل كده لو سمحت ودوس على الزرار اتضافت اهي، كبر بقى خدت بالك. بص 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 شايف شايف جميله ازاي. بص بص انا خد بالك، بص اقول لك على حاجه، تعالى كده اقف عليها اللي هي جوه الكود، هاتها لي ايه، قول لي مثلا اعمل لي اعمل لي مثلا ايه الاف ال بي دي دوت تو سكرول على ترو، واخد بالك، والاف ال بي دول دوت بوردر ستايل بتساوي البوردر ستايل اللي عندك دوت فيكسد سنجل. شغل بقى كده وتضيفها اهي متضافه، خد بالك. بص هكبر على العرض ده ازاي، بص شايف شايف، بص خد بالك شايف عامله ازاي، جميله بفضل الله جميله جدا. وممكن كمان اعمل لك واحده تانية، خد من دي نسخه كده كوبي بيست وخليها الاورينتيشن بتاعها. بص بقى حلاوه الشغل لما تدخل الادوات في بعضها بيبقى حاجه بصراحه جميله جدا. خلي الاورينتيشن زي ما شايفين كده ايه فيرتيكال، وايه قللها شويه كده، قللها خالص بحيث تيجي يا دوب معاك ايه في شغلك. طبعا قلبت العرض طول فظبطت معاك كده، يعني عملتها كده خلاص. بقول لك ايه كان اسمها ايه تكستايل، خليها بوس وخلاص، وهنا برضك خليها ايه بوس، ماشي. او لو انت عايز حاجه اعملها، واخد بالك، تعال نكبرها كده شويه وايه نطولها كده شويه. هنا الفورم اصلا كلها السايز بتاعها اخره 600، فانت خلي دي اخرها مثلا، يعني قول مثلا المينيمم بتاعك، المينيمم بتاعك مثلا هنا خليه مثلا المينيمم ايه 100، والماكسيمم مثلا 600 خلاص. والفاليو ماشي، الفاليو هنا 200، وخلي برضك الفاليو هنا 200 اهي، الفاليو هنا هنا الفاليو هنا 200، واخد بالك ازاي. وهنا المينيمم 200، الفاليو 200، لا انت خلي الفاليو هنا مش 200 بقى، خليها مثلا 300 ولا حاجه عشان تزيد شويه كده خلاص. بحيث ان انا هاجي هنا واظبطه هو بقى، اقول له ايه، اقول له اف ال بي دوت السايز بتاعك، السايز بتاعك بيساوي بيساوي ايه بقى نيو من السايز، بحيث يبقى العرض 300 والطول 200، بحيث يبدا بالموضوع ده. يعني شغل بقى كده الاول العنصر اهو، اه لا زحزحه بقى ايه شويه، خلي يعني قول له ايه، قول له تعالى كده لو سمحت ال اف ال بي دوت الايه الليفت بتاعك بيساوي، شوف كده بيساوي كام، اقول لك هي دي عرضها كام، اللوكيشن بتاعها الاول، اللوكيشن بتاعها واخد من اول فين، اللوكيشن بتاعها واخد من 12 12، وعرضها حوالي 56، يعني قول مثلا قول 60 و10، قول 70، قول لي قول دي بتساوي 70، قول دي بتساوي 70. شغال كده، بص ضيفها هيتحطت بعدهم، ماشي كده. انا ايه بزود عرضها، خد بالك، وكده ايه بزود ايه طولها، المفروض ما زودناهوش نزوده بقى. تعالى هنا نقول ايه، نقول خد الايه خد الجزء ده كده كات، واعمل تراي وكاتش، لو حصل حاجه يعني حتى تفتكر ان الاداه ايه ما اتضافتش، يعني ايه اكس دوت مسج. تعالى هنا احط الكود ده واحط نسخه منه تاني الهايت، احط نسخه منه تاني للايه للهايت، اللي هي تراك بار بقى ايه 2. بس ثواني، انت هنا النسخه دي للويتس، خلاص ايه علاقه الهايت بالويتس ما دام في 2؟ ثواني يا عمي، خدها كوبي وتشيل الهايت ده من هنا، ماشي اه، وتعالى دوس دبل كليك على ده وحطها هنا تيست،
وشيل الويتس من هنا بس كده. اشتغل بقى كده، بص حط الاول كده، لو اشتغلت هيطلع لك ايرور اهو، مفيش. ماشي، دوس على زرار اهو كده، كبر العرض وبيتغير معاك، مع اني انا ما اديتش ولا عنصر فيهم اي لوكيشن، ولا اكس ولا واي ولا لوكيشن ولا ليفت ولا توب ولا اي حاجه، هو لوحدهم واخدين مكانهم. شايف؟ بص، سواء كان طول او العرض اهو. طبعا انت لما تزود الطول وتيجي تقصر كده هيرص معاك في الطول، خد بالك اهو، فاهم الفكره؟ فانت هنا بفضل الله يعني بتظبط شغل جميل جدا، واخد بالك؟ انت هنا كده يعني الفلولي اوت بانل دي بفضل الله بتعمل لك شغل عالي جدا. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.